احنا اتكلمنا عن الحياه بتاعت الاستاذ جونز، وشفنا بعض الاشعاعات، وان شاء الله النهارده هنكمل ونشرح بالتفصيل على الاشعاعات. كنا بناخد فكره بس الله. قلنا في التولز اوف انفستيجيشن المهمه الكولانجيوغرافي. الكولانجيوغرافي ليه كذا ابروتش وكذا نوع. النوع المشهور اللي احنا بنستخدمه دايما بيبقى على حسب السيتويشن، بمعنى لو انا فاتح عيان بعمل حاجه اسمها انترا اوبراتيف كولانجيوغرافي، بيتقال عليه ساعات اوبراتيف كولانجيوغرافي، بيتقال عليه ساعات بير اوبراتيف كولانجيوغرافي، بيتقال عليه ساعات دايركت. اسامي كتير لكن كله نفس المعنى، ان انا وانا بعمل عمليه داخل بطن العيان سواء اوبن سيرجري او ميكروسكوبي انا بحقن باي دايركتلي، عشان كده بنحب ساعات نسميه دايركت كولانجيوغرافي. انا بحقن باي دايركتلي يعني ايه دايركتلي؟ يعني انا شايف الضغط قدامي بدخل فيها الابره او بدخل فيها القسطره واحده من دول، عشان كده اسمها متغير. طيب هل في بقى طرق تانية للكولانجيوغرافي؟ اه ممكن اوصل باي البير تي عن طريق ايفر بيركوتينس اللي هو البي تي سي، او ريتروجريد عن طريق الاي ار سي. انا عندي كم طريقه لحد دلوقتي؟ البايت الاوبرت البي تي سي والبي تي دي. هل في طرق تانية تفيجواليز البير تي؟ اه ريسيبلي مش ريسيب قوي يعني 10 15 سنة. الماجنتيك ريزونانس ايمجي اللي هو ال ار سي سي النهارده بقى خد مكان نمرة 2 على طول بعد الالترا ساوند. يبقى البرايمري انفستيجيتري تول زي ما قلنا بيبقى الليفر فانكشنز والالترا ساوند، نمرة 2 على طول اللي مارس، نمرة 3 according to the situation و according to the expected intervention that will be needed annually. ليه ال MRCP خد مكانة عالية؟ لأن non invasive و very important، بس هو إنه non therapeutic diagnostic بس، ولكن ما زال لحد دلوقتي ده الترتيب. فلما يجي لك حد بيلياري نمرة 1 في الاسسمنت بيبقى فانكشن سونار، نمرة 2 ام ار سي بي، وبعدين يفهم. وصلت كده؟ تمام. الاي ار سي بي بقى كتول هنتكلم عليها شوية النهارده. احنا عندنا تولز كتيرة جدا في الاي ار سي بي لانها ليها ثيرابيوتيك بوتنشال عالي قوي، اكتر حاجة ليها ثيرابيوتيك بوتنشال في كل البيلياري تولز. زي ما انتم شايفين ده مثال، بس ده مثال لبحر التونس. المثال هنا ده المزار، احنا هنا عندنا عباره كده كوكوداي فورسبس او برش، دي للسيتولوجي، دي علشان تاخد بايوبسي ودي تاخد سيتولوجي. البرش دي عامله زي بالظبط البرش اللي بتيجي مع الببرونه بتاعت العيال بالظبط، اللي بتنضف البيبرونه من جوه. دايما اللبن البودره بيسيب رواسب، فلازم حاجه تحط كده، فهو دي دايما تيجي معاها كده. هي بالظبط بندخلها جوه البير دي، نحط فيها كده نجرحها فتطلع خلايا، هو ده السيتولوجي بتاعها. دي المنظار بيطلع من جنبه سايد شانل، لان المنظار بيخش كده في الجنه، بس البابيلا على ميديا بول، فبيبقى دايما سايد شانل بيطلع منه كل حاجه من السايد مش من التيب، بيطلع من السايد، فبيبقى استرق احنا طالعين من السايد. برضه بدخل سكينه بتطلع من السايد عشان اعمل سفيكتروتو، بدخل بالونه عشان زي الفورجي اعمل سويبنج انضف الستونز، او ادخل دورني عشان برضه to catch and grasp the stones واطلعها. عايز اعمل بالوتيشن، يا اما عندي ريجيد بوجيناج خلاص بربجيه ريجيد ربط كده بدخله عشان اعمل بالوتيشن،
او صفت بالون تفرق عندي البالونه دي مدوره والبالونه دي البالونه دي مدوره لونجيتيودنال دي للبالونتيشن. في 15 20 طول كده زياده فزي. اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ في بوتنشال كبير للانترفنشن مع الاي ار اس بي. عشان كده هو في النهايه احنا بنحتاج في معظم البيلر ديسكوردرز الاي ار اس بي. ادي الاي ار اس بي اللي بنعمله قلنا اللي بتاع العامل زي الدوده او زي التعبان ده هو الايه؟ المنظار. وادي السايد شانل يا ولاد اهي. ولما تدخل السايد شانل بتخش فين؟ في الامبوله. الامبوله اللي هي ايه؟ اللي هي الكومن شانل اللي بيصب فيها البنكرياتيك از ويل از ذا بايل داكت. هنمشي ريت وجريد كده زي البايله هي ماشيه. ملك ايه؟ الكومن بايل. عند الليفل ده طلعت منها سبايرال باك، والسبايرال باك دخلت على الجول بلاد. هنا في فيلينج ديفكت في الجول بلاد اثنين كور تو ستونز. طيب فوق الليفل ده بقت كومن هيباتيك، وهنا البايفوركيشن ده اليونيون بتاع الليفت والرايت، وادي الانترا هيباتيك راديكس. البيكتشر دي ما فيهاش حاجه ابنورمال غير الفيلينج ديفكتس اللي موجوده في الجول بلاد اللي انتوا شايفينها. احنا مش عايزين نعمل ام ار سي تي عشان نشخص جول ستونز، جدا نشخص بالسوناره. بس اي علاج جول ستونز عايز اشوف فيه اسوشيتد بروبلمز في البنيه سيستم ولا لا، الانترا هيباتيك والانترا هيباتيك والبنكرياس. فالاي ار سي تي از تو اكسكيوت هذا الباثولوجي، وده الروتين اللي بنعمله. يبقى انا هو كل عيان كنا بنتناقش الاسبوع اللي فات، هو كل عيان جولد ستون هخش اعمل له عمليه لازم اعمل اكسبلوريشن للبايل داكت. الكلام ده قديم قوي، بطلناه لما كنت انا قاعد مكانكم كده في المدرج كنا بنقول الكلام ده. لكن النهارده احنا بنقول مين العيان اللي عنده جولد ستونز اللي محتاج اعمل له اسسمنت اوف ذا كومن بايلر. ولو طلع الاسسمنت ده سسبيشس ابقى اعمل له اوبراتيف اكسكريشن للبايلر. وصلت؟ وصلت؟ مفيش حاجه اسمها اوبراتيف اكسكريشن روتين وبير اوبراتيف كل لا لا لا. العيان مين اللي انديكيتد عامل له اسسمنت؟ ولما انديكيتد عامل له اسسمنت What form of assessment you need؟ تعالوا بقى بعد الاسئله. مين العيان اللي عنده جول ستونز اللي محتاج اعمل له اسسمنت كلمه راديكالز؟ اللي عنده مشاكل لا يمكن تفسيرها بمجرد الجول ستونز. يعني عنده كولانجايتس شاركور تورمينتا براير. يعني عنده بانكرياتايتس، يعني بيجيله ريكيرنج ليفر ابسيسيز. خلاص؟ يعني تعمل له انفستيجيشنز. الكلام ده في الليست. تلاقي في الانفستيجيشن الالكالين فوسفاتيز عالي، البلوبين عالي، الاميليز عالي. وصلت يا ولاد؟ انت مش اي عيان، مش اي عيان. طب العيان اللي هو السسبيشس ده خلاص بروف الانفستيجيشنز وبالهيستوري ان العيان ده سسبيشس. السونار مش انفورماتيف قوي في البيجن ميديكال بروبلمز. امال ايه اللي انفورماتيف؟ يجي بقى هنا السسبيشس ده اعمل له ام ار سي. هيفيدني ايه؟ هيفيدني النون انفيزف وهي كونفيرم ذا بريزنس اور ابسنس اوف اسوشيتد ريال تري بروبلمز. اللي يطلع بوزيتيف هنشوف هنعمل، واللي يطلع نيجاتيف هنخش نعمل كورس سيستم وخلاص. ما بقاش حاجه اسمها كومن بايدكت اكسبلوريشن. There is no such thing. احنا مش بنكسبلور السي بي دي. احنا بنخش على السي دي عشان نشتغل عشان عارفين ان فيها كود، لكن مش بنفتحها ونشوف. مفيش حاجه اسمها كده، لان المشاكل بتاعه الاكسبلوريشن وان كتير. بطلنا الكونسيبت. طيب ادي مثال الاي ار سي. مثال تاني الاي ار سي، هتقول لي فين المظاهر؟ هقول لك شيء. هتقول لي ليه؟ اقول لك بص بص الصوره دي كده وهي نازله معديه على جزء من السي دي. فممكن تماسك اندرلاين باثولوجي يعني مش كده. في اخر التست بنمسح من المنظار ونعمل صور من غير المنظار. طب احنا كده انا رايز سحبنا المنظار، ايه اللي موجود
ادي الانتر هيباتيك وادي الاكسترا هيباتيك وهما كرافتد شويه. ادي الجول بلادر البنكرياتيك مش باينه، احنا قلنا باينه في 85% بس من الناس، 15 اللي هم ما يبانوش اللي هم ليهم سيبريت انسرشن للبنكرياتيك ده في الديودنا بتنزل بينهم لوحدها. طيب يبقى احنا هنا من 15% ايه المشاكل في العيان ده؟ البيلياري راديكالز ار بروميننت ابيض بايونيتد ديسك اللي هي مشيت وراها لقيت ايه؟ اللي عندها السام كيستون جميل قوي. طيب انت شايف في العيان اي هاي في الجلدرم؟ لا، رغم ان انا حققت اربع اثرت على جنب الاسطول ومالت البيلي ميكانيكس مليت فضاء. ده كلام جميل. ليه؟ ما احنا عارفين الاستولز عمرها ما بتعمل كومبليت 100% اوبستراكشن. اقدر اعدي القسطره جنبها، اقدر اعدي البالونه جنبها، اقدر اعدي الباسكت بول جنبها. خلاص اللي ما بيعديش خالص قافل 100% ده يبقى تشوف. طيب هل ده بس الفايندنج؟ ايه دي مين فايندنج؟ في فايندنج تاني مهم. امشي ورا الكل ده تي 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 تي. اوه ليفت سايد انسرشن في الكومن بقى. الكومن بقى من اخطر الانوماليز في البير تري، لان وانت داخل بقرب عاده اول حاجه بتشوفها بحضرتك هتربط الكومن بقى تحت في العيان ده، وتبص تلاقي نفسك في اخر العمليه عامل مصيبه. خلاص؟ علشان كده يا ريت كل العيانين يبقى عندنا كولنجيوجرافي قبل ما نخش، علشان زي ما اتفقنا احنا عندنا 25% incidents of complications. اللي بعد كده انا عندي دلوقتي المنظار والسايد شانل. الله، نفس الكلام. بصوا ده، بصوا برضه في فيلينج ديفكت، شايفين الباي حوالين الاستون ازاي؟ ده كاركتر بقى. يبقى الفرق ازاي بين الستون كفيلينج ديفكت وبين التيومر كفيلينج ديفكت؟ الستون زي ما انتم شايفين بتبقى مور لس سيركل اور اوفر، فالجزء اللي فوق ده تاخد بالك منه عامل زي المنسكس، عارفين المنسكس بتاع الركبه؟ عامل زي الهلال كده، اللي بيسموه المنسكس صن. يبقى هو راوندد والابر بوردر عامل زي المنسكس صن. ايه تاني؟ بروكسيمال دي هبص كده على البيليوم 3 يا بلدي، هتقول لي جبت الكلام ده منين؟ اقول لك اهو المنظار اهو والباين داكت اهي. الباين داكت اكبر من المنظار، احنا قلنا المنظار الافرج بتاعه من 9 ل 11، قول 10 مللي. يبقى هنا الباين داكت كام؟ 10 12 مللي. الابر نمبر في الباين داكت كام؟ 7 مللي. هنقول بقى الارقام دي لو سمحتوا ارقام دي تتلبس. النورمال باين داكت من 3 ل 7. فوق 7 نبتدي نتكلم نبرر في حاجه مش مظبوطه. من 7 ل 9 بنسميها ايكويفوكال، يبقى من 3 ل 7 نورمال. من 7 ل 9 ايكويفوكال، يعني ايه ايكويفوكال؟ يعني سيرش فور انذر بارامتر. لما لقيت مع الكراني فوسفاتيس عالي مثلا، طب فوق 9 بايليتد. بس عندنا مزنق هنا ان في السن الكبير فوق 60 سنه وبعد الكوليسيستكتومي دول تو سيتويشنز ذات ار فولود باي دايلتيشن اوف ذا سي دي. فممكن تبقى فوق التسعة فوق 60 سنة وبعد الكوليسيستكتومي. طب نعمل ايه؟ محتاج اسسمنت بايه؟ ام ار سي. طيب جميل. فوق 15 ديفينيتلي دايليتد تحت اي ظرف عند اي سن بعد اي حاجه. هنقول له ارقام تاني، 3 ل 7 مرهق، 7 ل 9 ايكوفوكال،
لو في بارامتر تاني ملخبط بنقول من عند القرين عالي عندي الهيستري في كورنجايتس اتسترا نفكر نعمل اساسا ايه؟ الام ار سي. طب فوق تسعه في النورمال بوبيوليشن فوق تسعه ده ليه؟ اكسبت في حالتين اولد ايج اند بوست كوليستيرول. فوق 15 ديفينتلي دايليتد مفيش ظرف تقبل سي بي دي فوق 15. لازم تاسس بايه؟ المره ال 15 في ام ار سي. احنا شفنا سنتر ستور في الدستال ام. ايه رايكم؟ شايفين السي بي دي عامله ازاي بقى؟ شايفين السي بي دي عامله ازاي؟ الصوره فوق وتحت واضحين وضوء الشمس. السي بي دي دايليتد قد المنظار او اكبر منه خلاص بقى قد المنظار تبقى دايليتد ومليانه ستونز. بس برضه الستونز ار ديستال مترفلين كده من تحت لفوق مفيش ستون تبقى هانجين كده لفوق لوحدها لازم ستون ديستال. الكونترا ديستنكشن تو تيومرز اند ستريتشز يقعدوا في اي مكان يعجبهم لكن دايما الستون ديستال. فهي ديستال وجات اللي بعدها جات اللي بعدها جات اللي بعدها ووقفوا هنا. مالتي راوند اور اوفر وحواليهم باي دايل الماي ده كاركترستيك نفس الكلام بس انورمس ديليت الباي ضغط. لما الباي ضغط بتبقى انورمس ديليت الكبات ما بتبقاش واقفه كده تبتدي تبقى توشوس. فتاخد الوضع اللي انتم شايفينه ازيف ان احنا ماشيه بالعرض عشان هي انورمس ديليت تبتدي تنجيت مليانه اشعه ادي المنظار ادي السايد تشين بتاع من القسطره راح اترسم ايدي بنكرياتي كويسه مش عارف ايه دي البايل ضغط مال بقى 1 2 3 4 5 ديسك شمس عامله فين ديفيك راوند دور اوفر حواليها منسك الصاين البايل داير مالتيبل كل يا جماعه الكالكولر استراكشن مش مع النيوبلاستيك مش كده وبس دي تي فوق سيستيك ضغط فيلينج افكتس في الجمله دي ودي. في مقوله كده انجليزيه مشهوره 90% of سي بي دي ستونز جيف ذا بيرث ان ذا جمله وعدوا وقعدوا وكده بس اساسا مين مصدرهم ايه؟ فدايما لما تلاقي سي بي دي ستون بص في الجمله هنا الكومبلكس المشكلة بقت كومبلكس شوية. احنا عندنا سي دي ستونز ده كمان عندنا انترا هيباتيك ستونز دي انذر بروبلم ودي من المشاكل الصعبة قوي عندنا مانجمنت اوف انترا هيباتيك ستونز اكسسبيلتي بتبقى صعبة جدا لدرجة ان احنا بنحط دي كانديكيشن مهم جدا ان احنا نعمل كوليديكو ديدونوست تحت دماغك انت خايف من ايه؟ الاوبستراكشن الكولانجايتس فبدل ما تسيب السفنكتر قافل السفنكتروتومي ما بيعملش انف درينج فبتعمل سفنكترلس ستوم كوليديكو ديدونوست فعامل ستوم حوالي 2 سم الباي يعدي الستون يعدي ما بيعدي جرافل يعدي اي حاجه وتدي للعين كوريتيك. This is one of the very difficult situations انك تلاقي انترا هيباتيك ستونز. Very difficult في المانجمنت، very difficult في التريتمنت، very difficult في الـ ERCP مانجمنت، very difficult operative management. عشان كده بنريح دماغنا ونعمل ايه؟ دايفرشن بنعمل بيريدك التريك انستونز للحاله دي اللي فيها انترا هيباتيك ستونز. بس الدكتورة بتسأل انت نفخت امباكت عند الايليو سيكل؟ الإجابة لا، لأن الجول ستون إيليس إذا كان ده اللي أنت بتقصديه ما بيحصلش غير في سنجل سيتويشن
لما بيبقى عنده ميليز سيندروم لارج ستون في الهارتمنت لارج عملت فليجما انسريشن بيرفوريشن دخلت على اليوتيرا مشي وهي ايه؟ لارج كانت امباكت على الاي يو سي لازم تكون لارج مش اي ستون صغيره. دي الدوربيا باسكت. الدوربيا باسكت كمان بتبقى بص على ايدي والكم ده هي بالظبط كده. دي الدوربيا باسكت بندخل الشيز ده جوه البيلين تري وادي الاسطول عديت جنبها. بعد ما عديت جنب الاسطول بروح زي ايه؟ بروح فتح وبعدين اسحب واخد الاسطول وطلع. فاحنا بندخل والدورمي جوه الشيز ده وبعد ما عندي الاسطول اطلع اكفوها اقوم فاتحها تقوم تفتح الوجاب بتاعتها تبقى كبيره تقوم واخده الاسطول كده في طلعها ونازلها تتشاور مره واحده. This is the actual, the real life. هذه الدورمي الرسل بالمنظار واخده الاسطول جوه الدراعات بتاعتها وانا على الفلوروسكوبي على جهاز الاشعه شايف اهو الدورميا وواحد الاسطول هنا في النص والمنظار اهو وانا بشد 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 لحد ما اخرج. طبعا لازم عشان اعمل انترفنشنال تريتمنت للمنظار لازم اعمل براير سينكتراتوم عشان بتاع الكبيره دي تعدي من الاسفنكتر. ساعات لما تبقى الاسطول كبيره قوي ما اقدرش اشيلها بالاسلوب ده واروح باعتها للمطبخ. ليه؟ هتعدي منين؟ ممكن السفنكتر مش هيتعمل مرض. عيان عنده وادي ريستونس. دكتور انا عملت سفنكتر وبشيل كل ده صح؟ ده موضوع تاني. انت كده كده اي عيان سي بي دي ستونز لازم تشيل الجول بلاك لازم. يا اما قبل ما تعمل الانترفنشن يا بريفيربلي بعد عشان تطمن ان انت لما شلت على ما العميل يعمل العمليه بعديها بيوم ولا باسبوع ولا بحاجه ما تنطش واحده ثانيه تبقى مشكله. فانت اليوجوال بنبعت العيان لدكتور المناظير ينظف لنا السي بي دي ويحط ستنت وبعدين نروح عاملين كل السيستكتومي وبعدين بعد شهر نشيل الستنت. في بديل تاني ان احنا نعمل الكل سيستكتومي وبعدين نبعت العيان لدكتور المناظير يشيل الستنت. بس في هنا زنقه نفرض ما عرفش يجيب ستون افتح العيال تاني عشان كده بطلنا الحكايه دي بقينا نرتبها بالعكس. الاول نبعت له ار سي بي يشيل ستون يا عرف يا ما عرفش. لو عرف تاني يوم الصبح انا هقوم عامل ايه؟ كل ستنت. بس دايما بيحط لي كاسيفتي ستنت عشان الفرد الضئيل اللي في ال 24 ساعه يعني حركت هتنط ستون تنزل في ال 24 ساعه. عاده بتبقى ايميديتلي تاني. في بعض الناس بقى بتعمل حركه لطيفه جدا. بتعمل اي ار سي بي جوه العمليه وكل سيستم. ات ذا سيم تايم بتروح دماغك. ده عيان عنده مالتيبل ستونز في الديستال اند اهي. مالتيبل ستونز في الديستال اند اوف ذا ماين باك. والباي باك ابتدت تدوليت شايفين بقت ايه؟ قد المنظار. رحت مدخل ايه يا ولاد؟ رحت مدخل القسطره راحت معديه جنب الاستونز عارف؟ بعد ما دخلتها رحت نافخ البالون ورحت بس فالبالونه هي ماشيه بتكنس it will sweep every foreign body with it وهو مخرج. المنظر في النهايه اهو لازم احط في النهايه ايه؟ ستنت. ليه؟ لاحسن ايه لاحسن ايه؟ لاحسن اكون ست ستون. لاحسن اكون وانا بعمل مانيبيوليشن لسفنكتر اتعور فبوست اوبرتيف هيجيله ايديما بليدنج يوم يقفل الباي باك العام يخش في كولانجايتس. فدايما بوست اكسبلوراتوري اي مانوفر هنعمله في الباي باك
should be followed by stent insertion to ensure free biliary flow. خلاص كده؟ ادي شكل الستنت. الستنتس على انواع واشكال. الستنت التقليديه اللي طول عمرنا بنستخدمها اللي هم البلاستيك ستنتس. وليها ميولات بوكس كده في الجناب to prevent the slippage. The most important frequent complication of stenting of the biliary tree is slippage. The second complication is blockage. بيحصل بالروبن بوليمرايزيشن على الفورين وول ده ويسدها لانها الانترنال دايمتر 3 مللي مش قد الانبوبه بتاعت القلم الجافي اللي انتوا ماسكينه ده الستنت قد الانبوبه. فشوف الانترنال دايمتر بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى صغير جدا فبيتسد بسهوله جدا. طيب ده عشان كده مفيش ستنت تقعد في العام فتره طويله لازم تتشال من شهر لثلاث شهور. فده كانت الاوريجينال كانت بتسليب. فافتكرنا عشان ما يحصلهاش سليبج فكرنا فكره ان احنا نعمل لها من كل ناحيه نعمل لها الحته الملولوه دي اسمها بيكتيل. بنعملها في ناحيه والناحيه الثانيه عشان كده اسمها دبل بيكتيل. دبل عشان التو انز ار بيكتيلد. فبتبقى ريتين ال N دي جوه البيلين تري وال N دي جوه البيلين اليوم. دول الروتين دي بقى مثل ستاند فور بيلين تري ليها استخدامات خاصه. دي بتتحط ما بتتشالش زي ما انتم شايفين فيها خرام فبيحصل ايه جراس فيها فلما نيجي تشيلها ما بتتشالش. امال عملتها ليه؟ عملتها فور ان اوبرابل مالجنت ستريتش. عيال inoperable unfit generally او inoperable locally وعايز اعمل له بيري دريلج اروح حاطط الستنت. بتتميز انها باللونجيفيتي تقعد فتره طويله ما تتسدش وفي نفس فتره طويله يعني شهور ست اشهر مثلا ولا حاجه لحد العم ربنا يريحنا. خلاص تبقى سيلف اكسباندنج انتجريتد في التيشو تتسدش بسهوله ميتال وانرت فيش بوليفرايزيشن للجلوبين ما بتتسدش وسيلف اكسباندنج هي بتوسع الاستريتش. فدي اونلي انديكيتد فور ان اوبرابل مالجنت. ان اوبرابل مالجنت طب واللي اوبرابل مالجنت وعايز يطلع العيان بس شهر ولا حاجه خلاص. Our nightmare as surgeons is this situation. عشان كده لما السلايد بضحك قلت يعني الحكايه اللي بحكيها بعد ما بحكيها حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مدنيا صغير كنت بقالي شهرين في النيابه جاي النائب السيني بتاعي بقالي سنتين قريب عندنا النهارده حاله مرض. خلصنا شغلنا في القصر عين ورحنا بالليل كده على الساعه 7 رحنا نعمل المراره في مستشفى من المستشفيات طق تيك طق طق بليدنج لقيته ايه؟ كلام واحد كلام اثنين كلام ثلاثه بليدنج ويف. ايه الشطاره دي؟ ان 3 سكندز 3 كلامز بليدنج كنترول. ايه اللي اتعرض؟ الله اعلم. بس بليدنج ويف جراحه 100 100. ثاني يوم الصبح اصفر ثالث يوم الصبح يعني طبعا هو مش البليدنج بس اللي وقف والفايبر كمان اتقفل. فـ our nightmare in cholecystectomy is bile duct injury. والبايل دكت انجري انت نصيبك يا اما انجري in the form of occlusion او partial injury in the form of fistula formation. اتعورت مش اتربطت لا اتعورت كانت ليك بايل وده ممكن يعمل بايل بريتونايتس. ولو حضرتك عامل بناها هيبقى اكسترنال بيليريفت الاثنين اوحش من بعض. خلاص فده المنظر المشهور للاسف بوست كوليسيستيكتومي. عين عمل كوليسيستيكتومي وابتدى بوست اوبرتيف جيرو بوست اوبرتيف جونس. The most important cause
of structure formation of the CBD is traumatic. And the most frequent cause of mild back trauma is iatrogenic. And the most important cause of iatrogenic bile duct trauma is osteoporosis. Last, bad choices. دائما دائما مكان الانجل بسبرونيك عن التريبل جانكشن. ليه؟ معص الحته دي داخله فيها السيستم ده، وحضرتك عايز تمانيبيليت وتربط السيستم ده، فخطا ربطت السي بي دي، فدايما بتضرب في الليفل ده بهارد باس بنومونيك بالبوست كوريس ستيكنيكس. العين ده القصه طبعا المشهوره بتاعته، عمل مرارة امبارح بلغنا امبارح ده جوندس، عملت له اي ار سي بي، لقيت ايه بقى؟ لقيت الديستال باي باكت، وهنا ابربت ارست اوف ذا باي ات ذا ليفل اوف ذا تريبل جونكشن باس بنومونيك. عمل عمليه وجابوا باي باكت اللي فيك ملاحظ في كليك، في كليك على البايو، فالبايو داكت كليك واحد تحت وواحد فوق وقص في النص وشال، ربنا كرم شايل المغاره بالبايو داكت. تمام؟ في الحاله دي تعمل ايه؟ ما هو مشكله. ومين اللي مهم ان انا اعمل له السيستم؟ الديستال ولا البروكسي؟ بروكسيمال. وانا ايه اللي يهمني في البايل داكت؟ انها بتوصل البايل الليفر بايل توصله للانتست، هو اللي تحت دي خلاص مفيش حاجه اصلا. يبقى انا اللي عايز اعرف اخبار الدنيا فوق ايه؟ فلازم اعمل حاجه توريني فوق في ايه. من 15 سنه كنا بنعمل ايه؟ احنا كده بالظبط. ودكتور الاشعه يعمل لك كده، يجيب لك الديستال بالاي ار سي بي والبروكسيمال بالاي بي سي، يبقى العيان ايه؟ هيعمل تو مونيتورز. اي ار سي بي علشان اشوف اللي تحت اخباره ايه، وبي تي سي عشان اشوف اللي فوق اخباره ايه، تلاقي الانترنت بيرنت ترانزليتد ونفس الليفل. ايه ده؟ ادي الكليبسات اهي يا ولاد اللي على الديسكت، والضغط ضيق من فوق بقى، فما فيش ضغط هتوري من تحت، وقربت ايه؟ الريست عند الليفل بتاع الكليبسات. يبقى الليفل المشهور بتاعنا عن التريبل جنكشن. خلاص؟ النهارده احنا بنعمل ام ار سي تي، ما بنعملش بي تي سي. هتقول لي ليه؟ اقول لك اهرش. لما تحط بي تي سي في عين اوبستراكتيف جوندس البيلير بريشر عالي، هيلاقي بيلير فيست ومطرح الخرم بتاع نمره اثنين، العين ده ماله؟ اوبستراكتيف جوندس يعني ماله؟ هايبرترومبينيميا يعني ماله؟ ليدنج تندس يعني نمره؟ هتعمل بيلي. فبعد البي تي سي هاي انسيدنس اوف ليدنج اند باي ليك، عشان كده اوبسوليت خلاص الكلام ده زمان قبل الام ار سي. خلاص يا ولاد؟ احنا قلنا ان الجراح يا اما يحول، هو الفكره ممكن احط درين فوق عشان خاطر افضي الفايل اللي هو فوق ده من الحوش. بي تي دي طبعا ممكن اعملها بي تي دي طبعا. واقف انا قصدي لما كده طبعا احنا بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنعمل بيكوتينس بي ار سي بي ات ذا سيم تايم، تزق من فوق وتزق من فوق لحد ما يقابلوا بعض، وتحاول ايه؟ تعدي اسطر على الستنت ساعات الكليب اللي على البايل باكت وانت بتدخل يفتح تقوم الستنت معديه، خلص الموضوع. ده اسمه ايه؟ راندفو تكنيك. عارف الراندفو؟ ها؟ هو اسمه كده راندفو تكنيك، انك تعمل اي ار سي من تحت وبي تي دي من فوق، وتقعد تزق 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 وتحكي صبرك لنفسك بروجريسيف. ده في حالات ايه؟ لما الدكتور يكون حاطط كليب بس مش عامل ريسكشن، فتقدر تقوم فاتح الكليب ومعدي حط ستنت وسيب العيان فور كرونيك ستنتنج. يعني ايه؟ سنتين تعمل الحركه دي، ممكن ما تعملش عمليات خالص. تحط الستنت وبعد 3 اشهر تشيلها، تحط ستنت وبعد 3 اشهر تشيلها، تقوم تمنع ايه؟ ستريكشر فورميشن.
ده احنا قلنا ان اشهر مكان لل بوست كوليسيستيكتومي جوردس عند التريبل جنكشن. ليه؟ مكان الانسيرشن اوف السيستيك اشمعنى؟ ما هو ده التارجت بتاعي في الكوليسيستيكتومي. انا بدور على السيستيك دكتور بوت، فعشان كده ده المكان اللي بتتعور فيه سواء بكومبليت كات او بارشال كات او جاست كليبنج اور لايتيشن. احنا قلنا برضه في الاناتومي، ارجعكم للمحاضره الاولانيه، ان ساعات السيستيك دكت بدل ما تصب في السي بي اي تصب في الرايت دكت. وهنا كان المشكله في العيان ده. فبدل بوست كوليسيستيكتومي انجري اوف السي بي اي، بقت بوست كوليسيستيكتومي انجري اوف ذا رايت هيباتيك دكت. ادي الليفت وادي الرايت وادي الاستريكشر فورميشن هنا. قلت لي بسات تحتيه جنب الايه؟ جنب الحته دي اهي. واخدين بالكم؟ مش هنا، لا دي هنا. يعني المشكله اتنقلت من هنا لهنا. ده ليس كومن طبعا، لانه الانسرشن اوف ذا سيستيك دكت في الرايت هيباتيك ليس كومن. نيجي بقى للكلام على البيليار ستريكشرز. البيليار ستريكشر بتيجي يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. أربعة ديفرنشال دايجنوز، عيان عنده بيلي ريستريكشن يا كونجنتال زي البيلي ريأتيس يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. التروماتيك ممكن اكسيدنتال تروما، يوجوالي التروما دي بتبقى اتروجينيك من حد من اتنين، يا انا كجراح يا دكتور المنظر. يبقى اكتر حاجه في التروماتيك بيلير ستريكشر بعد الاندوسكوبيك بيلير مانوفرز بكل الانترفنشنز اللي بنعملهم، ده دورني راحت معوره، براش سايتولوجي راحت معوره، بالون دايلاتيشن راح معاه، واخدين بالكم؟ او الجراح وهو بيعمل بيلير ستريكشر. تمام. الانفلاماتوري من اشهر الحاجات اللي بتعمل ستريكشر كانفلاماتوري كوز الاسكليروزين كولانجيتس. This is a disease of middle age, females, autoimmune disorder, usually associated with other pathologies such as inflammatory bowel disease, ulcer, colitis, uveitis. حاجات كده بتيجي مع بعض. المالجنانت المالجنانت. طيب. ال post cholecystectomy biliary structure جاء واحد اسمه بيزنس وراح مقسمه لخمس انواع على حسب الديفيكالتي. والديفيكالتي بتيجي منين يا اولاد؟ من الالينا بالبروكسيمال ستامب فور انستروزس. ما انا دلوقتي انا عندي ايه؟ انا عندي ستريكشر في حته. لازم اعمل ايه؟ مايل درينج للبروكسيمال ستامب. اخدها اوصلها على الجوجن او الجوجن. فكل ما تملك البروكسيمال ستامب كانت الديجري اوف ديفيكالتي اقل. كل ما اسرق كانت الديجري اوف ديفيكولتي اكتر، فعشان كده احط خمسه جريدز. لو كانت الستامب اللي فوق اكتر من 2 سم ده جريد 1، اقل من 2 سم كومن هيباتيك ده جريد 2. فلاش مع الهايلاند ده جريد 3. في الهايلاند بس عملت انتربشن للرايت والليفت ده جريد 4. سابت ده كله وراح ضرب الرايت سايد زي ما شفنا في الحلقه ده جريد. ده بزنس كلاسيفيكيشن. لونج ستامب، شورت ستامب، لو ستامب دي فلاش مع الكونفلنس بس الكونفلنس انتاج انتربتد الكونفلنس نمره اربعه برضه رايت سيكترايت بتبقى نمره خمسه. كل واحده منهم ليها المانجمنت والدايت بتاعتها، مش هندخل في التفاصيل، انما هي باختصار انك بتعمل ايه في الاستريكشر؟ بتحاول تعمل له اندوسكوبيك دايلاتيشن اند ستنتنج. ما ينفعش تعمل له جراحه، الجراحه عاده بتوصل السي بي دي او الافيلابل كارب على الجوجو، بنعمل حاجه اسمها هيباتيكو جوجوس. يعني ايه هيباتيكو؟ يعني هيباتيك كارب وصلها للجوجو. ان ذا فورم اوف رو ان واي. شفنا الستورز وشفنا الفارينس واتكلمنا عن المانجو. شفتوا الستور؟ اوفر منسكس
ديستال قعدنا مالتي بول قعدنا نتكلم ومعاها جول بلاير ستوب. بصوا على المنظر ده دي كومن امباكت وبعدين كومن باير مالها ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كتف ايه الكتف ده؟ استنتقل كده نيفر فورين بودي ان ذا فورم اوف اشوندر يا اخت ابن مرك في منسكس فوق لا ده مش راوند ده شوندر ده ديستال لا ده معلق فوق مالتيبل لا ده واحد مختلف قصه مختلفه الكولانجيوجرافي شكله مختلف ما بنلخبطش بينه شايفين يا جماعه ده تيبيكال كلاسيك كولانجي كارسينوما اوف ذا سي بي دي. كولانجي كارسينوما اوف ذا سي بي دي ليها مكانين مشهورين فيري ديستال عند الامبولا وفيري بروكسيمال عند الهايبر اللي هي الكلاسيك. شكلها جايه من بره مش من جوه السي بي دي. ليه من بره؟ ما هي السي بي دي اهي يعني انها امر اللي من بره ما تعمل شولدر تعمل سموث اندنتيشن شولدر يعني ليونين ستريس ما تعملش كده قوي هتشوفي حاجه من الاكسبرينس هقول لك ستريتش ادي السي بي دي برنيتد والديستال اند ستريتش حد يعرف يقول على دي ستونز ملهاش علاقه يبقى ذس از راديولوجيكال ابيرنس اوف ستريتشر اوف ذا سي بي دي ماس السي بي دي على فكره يا لما اقول كلمه سي بي دي انا اقصد الكومن هيباتيك والكومن باين يعني احنا لما تقول كلمه سي بي دي بنقصد كل البينيتري من اول الكونفلونس اليونيون اوف ذا رايت اند ليفت لحد الامبول اوف باين احنا بنقول عليها دايما سي بي فالديستال بارت بتاع السي بي دي سكيماتيك بروكسيمالي في باي ديتيشن بس ذيس از ديستال ستريكشر فور ديفرنشال دايجنوستيك ايه الديفرنشال دايجنوز كونجينيتال دروماتيك انفلاماتوري بلاست الكونجينيتال موستلي بروكسيمال 90% من بروكسيمال ما ينفعش كونجينيتال وبعدين مين العيان اللي عنده بيلي اتريز اللي هيعيش لحد السن ده وهو لسه ستينوتيك طيب بقى غلط طيب دروماتيك عادة الدروماتيك قلنا يا جراح يا بتاع الوزراء الجراح دايما عند التريبل جانكشن بيبقى لوكالايزد ستريكشن مش ديفيوز وطويل كده يفتح اندوسكوبك ينفع واحد ياخد بيوبس منين بيعمل حاجه بيشيل حصوه بيوسع ينفع طب انفلاماتري ينفع؟ ينفع ينفع طبعا ريكيرنج اتاكس اوف كولانجايتس ينفع ينفع سكليروزنج كولانجايتس لا ما ينفعش ليه؟ احنا شفناها قبل كده بتبقى مالتيبل اكسترا عن انترا هيباتيك مالتيبل شورت سيجنتس مالتيبل شورت سيجنتس مالتيبل شورت سيجنتس ما تجيش سنجل لان ده اوتو ايمون ديزيز فكل البيليتري افكتد نيو بلاستيك مش نافع لان فين الشولدر ودايما الاوبستراكشن النيو بلاستيك يا ولاد بيبقى زي ما قلت المره اللي فاتت ريلانتلس بروجريسيف ده عام في شهر الجروب بقى 30 الله يعني ايه سيفير اوبستراكشن فالبروكسيمال يبقى النمور المصري ليه البيلي ريتري بتبلد بسرعه؟ لان الوول بتاعها ما فيهوش ماسلز الماسل كود بتاعه فيري ديفيشنت فالدايليتيشن بيحصل من الدايز خد بالك ولا ادي منظر عيان عنده اوبستراكشن انومس دايليتيشن بالانترا اند اكسترا والديستال بارت بتاع السن دي كلها مش باينه ودخلنا عملنا له مانوفر حطينا له ستنت. ايه وظيفه الستنت هنا؟ This is an emergency procedure to relieve bile obstruction لان بسبت البايل اوبستراكتنج الليفر لمده شهر هيبقى عندك ليفر سيل فيلير هيبقى عندك بايل طارئ بيلي اوبستراكشن وليفر فيلير خسرت الليفر طب نلحق الليفر يا اولاد خدوا قاعدة كده بيلي ريستراكشر از ان امرجنسي ات شود بي ريليف وبعدين نتفاهم في المانجمنت بتاع الايه؟ الاوريجينال كوز بس الاوبستراكشر شود بي ريليف زي ما تسوي اوبستراكشر
وانا بفكر ده تيومر ولا اديسيف لازم اوليفت. وبعدين نتفاهم في المانجمنت، نعمل داخل في المانجمنت انت مش دي القضيه، بس الميجر اللايف ثريتنينج از تو ريليف باي ابستراكشن. واحسن طريقه تو ريليف باي ابستراكشن ان انا اركب اي سي تي ستان، ان انا حطيت انبوبه من بره، انا داخل على عيان وحش ممكن يحصل لي باي ليك، ممكن يحصل لي بيريمايتس، ممكن يحصل لي فيستولا، ممكن يحصل لي بليدنج، وبعدين بخسر البايل. هنا ما بخسرش البايل، انا برميه جوه الانتستين، فبحافظ على الفانكشن في البايل، والبايل مش فانكشن دي كتير، على الاقل اقلل البكتيريا فلور، الديتيرجنت افكت، الفات ابزوربشن، الانتستينال موبيليتي، الانترنت سيركيليشن اللي بقى، فبحافظ على البايل. فالانترنال درينج از سوبيريور للاكسترنال. امتى اعمل الاكسترنال بالبي تي دي؟ لما مش عارف اعمل الانترنال. ده السكند اوبشن لانه وحش. وصلت؟ لازم ترتيب افكارك يبقى مناسب للموقف. دي صوره لين اكس راي. بص لايك ادي الستنت اهي. والستنت عندي على الكاسه اهي، بصوا اللولبه اهي، يبقى دي ايه؟ دبل بيكتين. وفوق ايه؟ شوف رشقه فوق عند الايه؟ عند الكونفرنس. فدي رشقه خلاص فوق ملولوه وتحت ملولوه، عشقت مش هيحصل لها سيج، حطيتها مش هتتشال. بالمناسبه انا ممكن احط قسطره واثنين وثلاثه في نفس العين جنب بعض لو الباي وقت واسع. خلاص هنا العين عامل ايه يا ولاد؟ كليبس، يعني عامل عمليه قبل كده. في الغالب ده عامل كوليستيك، في الغالب ده بوست كوليستيك من بره. وايه كمان؟ ده منظار والسي دي السايد شانل اهي. بدينا ندخل ستنت وادي شكل الايه؟ الستنت بس من ناحيه الديدرم. شايفين البيكتيل؟ اهي. انا جوه اليومن بتاع الديدرم خارجه من الامبوله ولف. خلاص؟ او الستنت العاديه الستريت اهي. هنا نركب بابل اوردينري ستنت. واحده لبني وواحده خضراء. دخلت عملت دايلاتيشن ورحت مركب تو ستنتس والاثنين بيجيبوا ايه؟ بايلر. يبقى سكسسفول درينج اوف بايلر، سكسسفول باي باس اوف ذا اوستريشن. يبقى يا اما الستنت تبقى بيك تيل يا اما تبقى اوردينري ستريت ستنت. بس الستنت دي احنا اولموست بطلنا نستخدمها لان السليبج ريت بتاعها عالي. ايه رايكم؟ الحته اللي بتعلم عليها بالاحمر دي ما هي كده؟ ايه رايكم؟ استريتشر اهو ديستال لا معلق كده فوق، ما اقدرش اربط ان الاستراكشن ده كان يبقى ده ايه؟ ده ستريكشر. الديفرنشال ده هو سام جيني روماتيك اللي مكتوب ان بلس. طيب نبص كده للمحور يمشي ايه؟ براكسيم اللي الدنيا اخبارها ايه؟ في دايلاتيشن اهو. بيسكلي اتس نوت ا كومبليت اوبستراكشن. ده فور ديفرنشال ديجنوزس. بس لما نبص هنا المنظر ده ديستال فيلينج ديفكت هنا في زي الناس فايم هايلي سسبكتنج اتيوبر بروسس. اللي يحل المشكله دي ايه؟ احنا خلاص بالاي ار سي عرفنا الانفستريكشن، نبتدي نعمل ايه؟ انرجين سي تي او ام ار اي عشان نعرف في ماس افكت ولا لا، خاصه الام ار اي. لو لقيت ماس افكت يبقى ده ديفنتلي نيو بلاس. والعيان ده اول حاجه هفكر اعملها ايه في المانجو؟ درينج ستنت فور ستنت انسرشن. يس شكرا. ده طبعا الفكاهه كده.
ما يجيلك حاله اسمها جونس اتكلم عليها. بقسمها هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. هيباتيك مين هي اللي تبسوس؟ هيباتيك مين هي سيروزس وفيبروزس؟ البوست هيباتيك اللي بنسميها اوبستراكتيف جونس الديفرنشال دايجنوز بتاعها. الموست فريكوينت تو كوزز ار الكالكولر ده الموست كومن والمالجنت ده الموست سيريس. خلاص؟ بس في حاجات ثانيه زي ايه؟ ستريتش زي ايه؟ بيليري بارازايت اسكاريس لمبروكويدس وكلوماركس سينسس والليفر فلوس فشول هيباتيك. خلاص يا بدر؟ الثلاثه الورمز دول بيعملوا بيليري انفكشن از ويل از وستراكشن. الاسكاريس بتقعد في الانتستين بس بتنام كده وبعدين تصحى تسرح تدور على رزقها وبتطلع تقسم وتنيجوشيت الاسفنكتر وتخش البيليري. خلاص؟ فدي الاسكاريس اهي. بص ركز اهي. بقول لك وهي حاله هزار اهي جوه الترمينال اي اهي. بس بوري لكم الاوبشن وادي البتاع اللي طلعناها من العيان بالاي ار سي. اسئله. ار سي تي مي بي يوز تو ريموف بيليري ستونز. يس. مين يوز تو انسيرت ستنت. يس. مين يوز ان بوست كوليسيستكتومي جونس. بس اوف كورس نيفر نيفر يوز ان بيليري فيستو. ساعات بتبقى الستنت لايف سيفنج في البيليري فيستولا وتقفل عليها الفيستولا وما تحتاجش اعمل حاجه اكتر من كده. مثلا عيان خد ليفر تروما وعنده من الليفر في ليك لدم وليك لايه؟ لبايض. الدم هيقف 80 90% من الليفر تروما بتوع الستنتيوس. طب والبايل ليك؟ بيحصل ليه بايل ليك؟ لان في حاجه اسمها الاسفنكتر والاسفنكتر قفل على طول. طب ايه اللي بيفتحه؟ الانترابيليري بريشر. وايه اللي بيعمل الانترابيليري بريشر؟ الليفر سيكريشن بريشر والليفر كونتراكشن. طب حضرتك لما يبقى في خرم في البيليري تري البريشر هيعلى؟ عمره. لان هيبقى ايه؟ هيلاقي حته يصرف منها فالاسفنكتر هيفضل قافل فالفيستولا هتبقى من تاني. اجي انا اروح حاطط ستاند معدي ايه؟ الاسفنكتر هتعمل البيلي درينج لتحت النورمال باث واي الفيستولا تقفل لوحدها. ادي واحد ده الهاي فيستولا. طب وفيستولا في السي بي دي اروح مركب الستنت فالستنت هتقفل بالسايد واي بتاعها على الفيستولا وهتمنتين البيلي ريفلو في نفس الوقت وبعد شهرين ولا ثلاثه شهر بنشوف دي بنشوف كتير في مين؟ سليب ليجيتشر اور فليب اون ذا سيستيك باك افتر كوليسيستيك. عملت كوليسيستيك وادي كومن باي باك وادي السيستيك. انا ربطت السيستيك هنا الربطه بتاعتي لوز حصل لها سليبتش او الكليب بتاعي ما قفلش كويس حصل له سليبتش. يحصل ايه بوست اوبراتيف؟ ليك منين؟ من السيستيك ضغط ستان. دي بقى احنا بنشوفها كتير احنا في الجراحين. حلها ايه؟ ستانت لمده شهر خلصت. كولابس بتفيروس خلصت. فكان دي اي ار سي بي بي يوزد ان بيليري فيستولا باك اوف كورس. في خطوه قبل كده ولا ايه؟ دايجنوزس هتنعمل مالكم؟ المفروض كان السؤال ده يتجاوب بسهوله قوي. ومين قال لك انها لازم فور تريتمنت؟ ده اهم انفستيجاتور تول انثروبيوتيك تول في البيري فيست. مش محدش نطق خالص. خلاص؟ اخر حاجه ميبي فولو باي اكيوت ابدومينال بين. اكيوت انكليتايتس. الله يبقى ايه المشكله عندي؟ مفيش مشكله. سوري. المشكلة في صيغة السؤال.
السؤال ده نزل عندكم في الفايل اللي بعته لكم غلط. دي نزلت مين في البوست؟ نيفر يوز ذا فيرست. نيفر يوز ذا فيرست هي اللي ده غلط. صلحوا السؤال عندكم في الفايل اللي بعته سابقا. الاجابه هنا دي it can be used with a first and this is the first line of management for both diagnosis and treatment. Okay. انا دكتور بص على الصوره السؤال بتاعك ده الاكسترا الصوره شايفه الاكسترنسيف كومبريشن على السي بي دي شايفه السموث لايننج قصه ثانيه غير اللي هي ده اسمه الاكسترنسيف كومبريشن ايه ده بقى ده اوفر لارج شارو حاجه تحت 4 سم كده وبتاع مكانها فين قريبه لين مكان السيستيك وهنا فين بقى جول بلادر هي فين جول بلادر ما بقتش سابقه ليه؟ عشان الدنور عامله اوبستراكشن فعامله اوبستراكتف كوليس سبايكس احنا عندنا المراره بتتكون من نيك وبودي وفالبس في حاجه ناقصه؟ انفانديبل في حته في المراره ناقصه؟ الهارتمان انا متشكر على انها الهارتمان هو الهارت من نورمال؟ ليه؟ الهارت من ده حاجة acquired due to وهنا أنا متشاف الجميع الحتة دي أدي السي دي احنا عندنا الحد 1 انش يعدي ايزي من اليوسيبر
حد وقت مش لازم اللي يقفل يبقى حاجه كبيره. خلاص تعال نشوف الاسئله. بين فيز دايليتد يس انتريباتيك بانكرياتيك باكتس نوت سين ماشي. The patient usually presents by slightly light jaundice. Where is it? Where is it? Acute obstructive cholecystitis. يعني بيبتدي بالبيليري كوليك من الاوبستراكشن ويقلب بالبيليري بين من الكوليسستايتس ويقفل الكومن باي الباك فتعمل اوبستراكتيف جاندس. كل ده بتقول لي سايلنت. مؤاخذة يعني الخازوق في السؤال ده في كلمة سايلنت. كلمة خلاص. عشان كده اللي واثق فيكوا بقى لما اشوف اخر واحد this patient may present by pain. ما هو خليك واثق ما هي دي عكس دي يبقى واحده فيهم صح. خليك متصرف. طيب اللي في النص اللي نقطناها ايه بقى؟ اللي نقطناها اللي هي دي there is a large extra ductal shunt. بطيخه كبيره. يبقى هي المشكله في السي والاي. مين فيهم؟ مين اللي غلط؟ في السي. ام ار سي بي النهارده الام ار سي بي بقى مهم جدا 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 في الاسسمنت لدرجه ان انا لزقته كده من تحت في مين؟ في البرايمري ديستنيشنز. فين؟ عند روتين؟ لا. لو العيان في حاجه ابنورمال، اي حاجه ابنورمال تفكر فيها في عيان بينيري ام ار سي. نون انفيزيف هايلي دايجنوستيك. علشان كده بنستخدمه كتير. العيب الوحيد انه غالي. يعني ممكن يدفع 1500 جنيه. بس ارحم من انه يعمل unnecessary ERCP. unnecessary expression of CBD. خلاص؟ طيب احنا ممكن يتعمل من غير كونتراست؟ ممكن. والكونتراست ما يعني ما كونتراست وخلاص لا الجدولية الكونتراست زي بالظبط الكونتراست بتاع الالبينيتد والنون البينيتد كونتراست اللي بنستخدمهم بيعمل برضه كدني دامج وبيعمل حساسيه وهو هو. ولازم تعمل كريتينين قبل ما تديه هو هو. بس لما من غير الكونتراست الفحص ياخد منك اربع ساعات. فانت الكونتراست وظيفته تو فاستن ذا تيست وبيتر دلنيش تشو تيشوز بيتر بيعمل انهانسمنت كده ابييرنس. فلازم ابني كونتراست. مفيش حاجه اسمها ام ار اي من غير كونتراست دلوقتي. مفيش. الفحص بالكونتراست بياخد نص ساعه. بالكونتراست بياخد 30 دقيقه، من غير كونتراست بياخد 4 ساعات. انت بس روح النهارده ونام كده على السرير وهتاخد الصغير ومسكه طبله واقول له اعمل لي دب 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 كده جنب ودني لمده 5 دقائق هتتجنن. متخيل بقى انك هتحط نفسك على الجهاز لمده نص ساعه دب 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 هو الجهاز كده بيقعد يدب كده هو كده كل مره بتابلاي الماجنتيك فيلد وترده بتعمل الدبه دي. ده المنظر بتاع الام ار سي بي النورمال. شوف جمال بقى الابيرنس كانك رسمت الفلويد باين ابيض. دي جلده فانتس بودي نيك. يا سلام على الجمال. مفيش هنا دايلاتيشن مفيش فرق يبقى نورمال هنا ما عنديش فرق. طيب ادي السيستيك انسرتد هنا يبقى اللي فوقها كومن هيباتيك واللي تحتها كومن بايل والكومن بايل والكومن هيباتيك الاثنين شارك الانسرشن ان ذا بيدينا. وادي البنكرياتيك اهي باينه جميله. وادي الانتر هيباتيك اهم باينين جمال. ادي الدف وادي خلاص. This is the normal. دي
This is the normal MRCP from the video pancreatic ducts. خلاص كده. وادي جديد اللي زي ما قلت لكم كمان ده. طيب شفنا النورمال. ده ام ار اي ووري الجولد بلادر وشايفين السواد اللي حوالين الجولد بلادر دي؟ وهنا برضه شايفين السواد اللي حوالين الجولد بلادر دي؟ This indicates edema, edema of the wound. Thickening of the wound due to edema flare. احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان السواد اللي في الوول يا جاس يا ايديما الاثنين بيطلعوا منهم اسود. فيبقى العيان ده ماله؟ ده اكيوت كوليسيستايتس. ليه؟ الوول في ايديما. بصوا على المراره نفسها فيها ستونز. طيب 1/3 of cholecystitis is من الكالكولا. عشان كده السونار ممكن يتعمل هيطلع لك ان مفيش ستونز بس السؤال يطلع برضه النيورال سيكنينج مدرج. ده ام ار سي بي مؤدي حاجتين. اول حاجه ادي الامبولا اوف واتر اهي شايفين فيري ديستال فولمونيك ستون امباكتد فين؟ تحت خالص. وشايفين البروتروجن بتاع الامبولا الاسود ده؟ شايفين العين زي الراس ده؟ فين الميكوزا الفوز بتاعت الديدم؟ لا ديدو ايديما. ليه؟ الحصوايه امباكتد عند الامبولا فعملت انفلاميشن في الامبولا فيها. الحاجه اللي بعد كده دي البارادكت النورمال. امال ايه ده؟ جرافيتس فيري سمول ستونز موجودين باكد في الديستال اند اوف ذا فايل ده. وعندك هنا ايه؟ واحدة كبيرة شوية وهي اللي عاملة بابيلايتس اسمها بابيلايتس. ايه كانت البابيلايتس؟ كل ما ستون بتيجي في الحتة دي تتزنق تعمل انفلاميشن وتروح معدية تتزنق وتعدي تتزنق وتعدي. لو كتر الموضوع بالشكل ده يعني يجيله ريكيرنج بابيلايتس يجيله بابيلاري ستينوزس. وان اوف ذا كوزز اوف باي باكت ستريكتشرز يو تو باسج اوف ستونز انفلاماتوري ستريكتشر. يبقى احنا خدنا دلوقتي كذا نوع من الانفلاماتوري ستريكتشر السكلوزنج والبابيلايتس ديو تو باسنج ستريكتشر. ام ار سي بي جولد بلادر سيستيك كومن باي فيري لارج فيلينج ماله ديسك ماله سنجل منسكس ساين. خلاص نوري ايه؟ ادي كمان البكتيرياتيك يبقى ديستال سي بي دي ستون بالام ار سي بي. مالتيبل سي بي دي ستونز اند مالتيبل لارج نمبر اوف جولد بلادر ستونز بالام ار سي بي. ده اكسل فيو ام ار اي. ثلاثه ستونز راكبين فوق بعض كده في الايه؟ والجولد بلادر العيان نايم على ظهره وعلشان كده الحته دي هي اللي ديبندنت. خلاص الفندس فوق ناحيه الابدومينال وول والديستال بارت بتاع الجولد بلادر في ثلاث ستونز. ادي الجولد بلادر وفيها ستونز. طيب المنظر ده بقى بالراحه ادي البنكرياتيك وادي البيليال والاثنين هنا فين الباقي؟ فين الامبولا؟ فين الكوميونيكيشن؟ مفيش كوميونيكيشن. ال 11 دي اسمها الدبل دات ساين. اول ما نشوف الساين ده ال 11 دي اسمها الدبل دات ساين. يعني ايه؟ يعني الاستراكشر اند ليفل اوف ذا امبولا. ليه؟ ما هو اللي هيضرب الامبولا هيضرب البيليال البنكرياتيك. دي اسمها الدبل دكت ساين. نشوفها برضه في الاكزيال سي تي اهي البنكرياتيك والبيليا اهو. فين؟ في الهيد بنكرياس. الاثنين خارجين الهيد بنكرياس دبل دكت ساين سواء في الكورونا او في الاكزيال. اول ما تلاقي الدبل دكت ساين يعني البنكرياتيك دايليتد والبيليا دايليتد يبقى ده ديستال اوبستراكشن. فكر فيه
ديستال اوبستراكشن ديفرنشال دايجنوس بابيلاري ستينوزس بيري امبولاري كارسينوما ديورينال كانسر بانكرياتيك هيد كانسر ستون امباكتد ات ذا امبولا. خلاص يا ولاد ده الديفرنشال دايجنوس. يبقى احنا بنفكر على طول في ايه؟ حاجه امبولا حاجه ديستال. بعد الضغط صح برومينت بكتيرياتيك شايفين برومينت قوي قد ايه؟ وبرومينت ميليري والاثنين ابراكتلي اوكلود. السهمين الصفر واحد على البنكرياتيك واحد على لارج ستور جيت شيب عامله زي البلحايه كده اللي عليها الاسترس الاحمر دي في البايب. لارج الكونفرنس بتاع البيليري وين بنكرياته ديستال هنا في المنطقه المشهور الهايلر ليجن انتراكتنج ذا كونفرنس اوف ذا ليفت اند رايت داكس. ادي الليفت داك وادي الرايت داك وادي الكونفرنس انتراكتد. المنظر المشهور ده مفيش حاجه للمره الثالثه بتعمل كده في الكونفرنس غير كولانجيو كارسينوما الا بوست اوبرتيف. جرحت ايده تقيله وطلع فوق وعمل بيني انجري في الحته دي. ده كوايت ريت اللي هو بينوس تايب 4 اكستنشن. نيجي بقى الموضوع اسمه كولونيكو سيل يعني سيستيك سبيس فيلد ويز فليب. كولودوكوم من الكولودوكس يعني البيلياري داكت يعني سيستيك سبيس ريليتد للبايب. طيب احنا عندنا كذا نوع ادي البايب داكت وادي الجول بلادر. ودي حاجه طالعه من البايب داكت ودي حاجه ثانيه طالعه من البايب داكت. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ ان دي عامله فيزيفورم دايلاتيشن للبايب داكت لكن دي زي الدايفرتيكلر فورميشن بيسموها دايفرتيكلر او سيكلر بايب. يبقى الاولاني كان فيوزيفور على البايب داكت في مكانها بس ابتدت تضخم كده الدبس اسمها فيوزيفور. طيب 1 النوع الثاني البايب داكت نورمال بس طالع منها زي دايفرتيكلر من السايد بتاعها ده بيسموه دايفرتيكلر او سيكلر بايب اللي هو ده. النوع الثالث امبولاري ديستال عند الامبولا اهو. النوع الرابع انترا واكسترا والنوع الخامس انترا بس اللي هو الكروني ديزيز. بدأ الجواب عشان نفهم ادي الفيزيفورم عباره عن بايليت الباي بتاعت ادي السكلر او الدايفرتيكلر ادي الديستال عند الامبولا ادي الديفيوز انترا عند اكسترا ادي اخر النوع الخامس اللي هو الانترا بس اللي هو الكروني ديزيز. النوعين دول معقدين شويه عشان الانترا الباكي العيان بيشتكوا فيه. اما تلاقي عيان بيشتكي بحاجه كده شبه الاكيوت كوليسيستايتس ومع جوندس لازم قلبك يعني يا اما هيمينيزي سندروم يا اما كولدوكسي بين فيفر اند جوندس. الطريات ده ما يريحكش بين اند رايت ابر ابدومن فيفر اسوشيتد وذ جوندس. الترايب ده ما يريحكش خلاص يا اما اكيد كوليسيستايتس ومعها ماليزي مشكله او كوليدوكسي. طيب ده البرزنتيشن هتنفستيجيت بايه؟ دايما تلاقي التريشن اللي بفرنش على الجوندس. ليه الكوليدوكسين بيعمل مشاكل؟ لان هو زي ما بيحصل فيه انفكشن بيرمي الانفكشن على البايب داكت والبنكرياتيك. فاكثر سيكونس للمشاكل كولانجيتس وبنكرياتيس احنا بنخاف من كده. وبالماس افكت بتاعه لما بيحصل فيه انفلاميشن ممكن يعمل اوبستراكتيف شوكس ولو قعد بقى سنين طويله وما تشخص كارسينوما. ده السيكونس بتاع الكوليدوكوسين عشان كده احنا بندرسه عشان نشخصه. مش اي عيان يقول اكيد كل السايتس وجوندس تفوته كده. انفستيجيت فور كوندوكسي بليز.
هتنفستيجيت بايه؟ بالانرجي، كل الانرجي بيجي والترا ساوند بيجي ازاي؟ مش الالترا ساوند بيجي بكل ده؟ هو المشكله؟ طب كل الدكتور عنده زي كل ده مش حاجه فايليتد ريليتد بيجي فهيلاقي كل ده في مكانها وهيلاقي كل الدكتور بيجي شويه على البايب خلاص؟ الالترا ساوند بيجي ام ار سي بي جميل عز الطلب هو البرايمري انفستيجيشن يو ار سي بي يجيبه يجيبه اما كل يجيبه فده يظهر في كل الانفستيجيشنز ستارتنج من الالتراس ادي المناظر يا ولاد بتاعت التشخيصات ادي البايبر وتلاقي بالونه هنا في الاخر فين البالونه؟ جنب تشوف عند الايه؟ الميديا بارت اوف ذا ادينا وعندك ديفيشن للديستال بارت اوف ذا بانكرياتيك دكت ده تايب 3 اللي هو الامبولا دي جولدانا دي البايضاك ودي الأمبولة دي واضحة هذه البايضاك هذه الكلوروكسيد وهذه الأمبولاتيك ده منظر من جوه ادي دينا التابيلا ادي ايه؟ ادي دينا التابيلا ادي الفانكتر اهو شوف الورق ده أزف ان البارتر ده اون ذا توب ارف ده دايفرتيكال حته مزنوقه سيئه جدا ليه؟ هو هنا الكولينكوسين راكب على ايه؟ على الميديم بوردر اوف ذا سكند بارت اوف ذا دي اللي داخل فيه البايوداكت والبنكرياتيك وماشي في مين؟ اللي هي البنكرياس وماشي في النص بين البنكرياس والبنكرياس مين؟ البنكرياتيكو ديودينال اركيد بلاد فيسل سبلاي بوست ديودينال الحته دي ما بتتشالش في المانجمنت هنا حاجه واحده سليب سفنكتروتومي انت مش خايف من انفكشن من السبيسس تعمل سفنكتروتومي درينج الحته دي عشان حته سخيفه علاجها مش الاكسجين علاجها سليب على كارسينوما هو ممكن تدير الكارسينوما عليه الكارسينوما بتيجي من ايه؟ من ريكيرنج بالفنتيكولايتس كرونيك تشينج كرونيك انفلاميشن ايه؟ هنا نفسها مش كده لا هنا وبعدين لو حضرتك الان ليك كل الحق انك تعمل فولو اب ايفري ناو اند ذن بام ار ار او بالمنظار لانك عامل سليب فالبايب هتخرج بقى مفتوح كده والمنظار يشوف كل سنتين ثلاثه عامل المنظار اي ابيثيليال تشينجز سسبكت خد منها بيبس اي ديسبليزيا قبل ما تعمل بلجم خش اشتغل بس هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كده ودن بالظبط بنكرياتيك ودينك ما بعملش بنكرياتيك ودينك كده ايه؟ في حاجه مش دكتور طب لو هي اللي هي تايب 1 2 دول بيتشالوا حالا هقول لك اه دول بيتشالوا نعمل ريكونستراكشن اونلاين دول سهلين واضحين انت هتفتكر تيك قص الكوميونيكيشن وريبير الباير باك انفيوزي فور ترم الباير باك وصغر الدايمتر بتاعها على ستنت سليم الامبولاري علاجها السيمبتراتو تايب 4 وتايب 5 مشكلته في الانترهيباتيك كومبوننت ما تحبش نحس الانترهيباتيك كومبوننت والله لو صلت كفى الله المؤمنين القتال سيبه زي ما هو لكن هيعمل ريكيرنج كولانجايتس وريكيرنج ليفر ابسس يبقى جابت على نفسها براش يعني هنعمل ايه؟ نعمل ريسكشن نعمل هيباتيك سيجمنتكتومي او لوبيكتومي وايفن في تايب 5 لانه بيبقى ديفيوز ترانسبلانتيشن باختصار شديد ده عالم الدرجه تايب 1 وتايب 2 ريسكشن ريكونستراكشن اوف ذا بايبر تايب 3 سفنكتروتو تايب 4 اند 5 عشان انت هيباتيك كومبوننت ده خطر اللعبه معاه بنمشي كونسيرت لو ريكيرن كولانجايتس اند انت هيباتيك ابسيسيزم سيبتسيميا دخلنا في مشاكل امرك لله امرك لله هتعمل ايه يعني؟ ريسكشن ولو الموضوع ديفيوز قوي هترسكت ايه ولا ايه؟ شيل وحط يعني ايه شيل وحط؟ يعني هيباتيكتومي اند ترانسبلانتيشن يوجد ده تايب 5 ده سلايد في ريزومي المانجمنت اللي انا قلته دلوقتي راجعوا على مهلكم واعرفوا كل الكوسي ات مي بريزنت ويز مينا يس ليه؟ طيب الكلاكس ما تصليش؟
ليه؟ بالفريش أمسس فرميش بوليكرايكس كل مشاكل الدايت في كرايكس هي زي ما قلنا في الدكيك ريزيزو في الأسابرس هي هي مين بريزنت ويت جوندس بات اوف كورس ده من أهم البريزنتنج فيتشرز مين بريزنت ويت فوكال هيباتيك ليجن الانتر هيباتيك كومبوننت ممكن يعمل لك أبسس فورميشن أو الإكسترا هيباتيك كومبوننت ممكن يعمل لك أسندينج كولانجيو هيباتيتس مش مفروض أقول لكم مفروض تفكر من بروديوس هايبر أماليزينيا شوفوا في كل البيليار لازم أزنق لك حاجة على البنكرياس الاثنين انتمتلي ريليت أجيبها لك هايبر أماليزينيا أجيبها لك أبدومينال بين أجيبها لك رادياتيك بلاك أجيبها لك أي لازم حطها على بالك هما إمبريولوجيكالي ريليتد وأناتوميكالي ريليتد وفانكشنالي ريليتد pathologically related can only be diagnosed by ultrasound يأتي الشيطان في كلمة only عشان كده أنا بقول لما تيجي تجاوب على multiple choice عارف الهنجر والمنجل اللي بيلعب بالبيضة لازم تبقى مركز في الألفاظ احنا مش بنختبر معلوماتك فقط احنا بنختبر تركيزك وتصرفك ده جزء من الحياه العمليه خلاص نحتبس مين الكوار الليفر ترانسبلانتيشن في المسير يبقى مين اللي وقع مننا كان قول لي اللي هي السنتجرافي بيلر سنتجرافي از نيرلي اوبسوليت except the frame situations هو عبارة ان احنا بندي للعيان حاجة من الامينو باي اسيتك اسيد هايدر بايدر بايدر كل حاجة فيها عايدة كده في الاخر في حاجة كتيرة قوي كان خلاص نيرلي اوبسوليت وبقى استخدامه محدود جدا لان بقى عندنا الام ار سي بي والاي ار سي بي بيغطوا لي اللي انا عايزه ايه ده بقى بعد ايه بدل عن الهايدا بعد سرعه المفروض تبقى كونسنتريتد عن طريق البلاد في الليفر فتدي لي الليفر اكتيفيتي تتجاب الجاما كانال بعد ساعه كمان تلاقي الانتستينال اكتيفيتي فيري كروت انا عايز ايه قال ايه لو انت عامل انستموزس او في ستريكتشر ما تظهرش الاكتيفيتي في الانتستين بعد ساعه تتاخر 3 4 ساعات كلام غير كبير حاجة بطل يأتي مربط الفرس هنشرح السي تي علشان السي تي ده هنشرحه هنا في البيليري انما هنطبقه في بقية المحاضرات السي تي اول ما طلع كان هو مسوارس يعني داخل عن في جهاز ويصوره من قدام والفيلم ورا يتحمر لازم هو مسوارس قال لك لا لا ده انا عامل حاجه جميله إلى الحاجات دي. آدي العيان قاعد على السرير العيان بيخش جوه الدورة دي جوه الدرجة دي يخش ويدخل يدخل ويطلع في 3 ثواني خلص الموقف دلوقتي الأجهزة 3 ثواني مش في نص ساعة على الإم آر آي خلص يعني ليه ما هو الحلقة والعيان العيان وهو داخل بيتصور وهو خارج بيتصور تاني طب انت وانت داخل بتتصور السورس بتاع الاشعه في الاتجاه ده خد فيك سلايس عشان كده اسمه نور السلايس خد فيك سلايس كده بس انا داخل جوه كده فالسلايس ده مش ثابت مش مستنيك فعشان كده ازيف انه عامل زرولوج السلايس ده يديلكس فوق ازاي؟ يعني كده عين هو داخل ومش ثابت لو ثابت هتبقى دايره لكن الاشعه بتدي سلايس ورا سلايس ورا سلايس ورا سلايس
من راس الرجل وبعدين تعيد عليهم تاني من هناك. خلاص ده اسمه المره سلايس سيتي. قال لك ده انفورميشن جميله. طب ايه رايك بقى بدل ما نحط كاميرا واحده نحط كاميرا اثنين ثلاثه اربعه وانا داخل وهشغلهم مع بعض. العين ياخد أربعة سلايسز مع بعض عشان كده تسمى مالتي سلايسيتي. كان زمان مهم يقول لكم الكلام ده. دلوقتي مفيش غير مالتي سلايسيتي، مفيش حاجة اسمها سلايس خلاص؟ فكل الـ CTs أر مالتي سلايسيتي. خلاص؟ لا مش كده بس. ده أنا بمسك الأربع صور أركبهم على بعض ديجيتال. وامسك الاربع صور واعمل منهم الالعاب، اعمل 3 دي ريكونستراكشن، اعمل كلر كودنج، اشيل العظم واخلي السوفت تيشو، اخلي السوفت تيشو اعمل سبتراكشن. الديجيتال هي القصه كلها في الديجيتال انفورميشن، انما التصوير ده ما باخدوش انالوج باخده ديجيتال، والديجيتال ده ببتدي اعمل بيه كل التصرفات اللي انا عايزها. خلاص يا ده السي تي في النهايه. ايه بقى السي تي؟ عايزين نتعود مع بعض نقرا السي تي ان شاء الله. ان شاء الله اخر المحاضره هتبقوا تقروا سي تي حلو قوي. لا وحش. بص هنقول مع بعض ده الجلد ده ايه؟ الاسود ده السبكوتينس فات سيكروسبينس سباين سبينال كلام كونتينينج ذا سبينال كلود ريبس اللي قدام الفيرتبرال بودي ده الاورده راديو دانس بوينت شيب وحجمه حوالي 1 انش نورمال اورده في الليفل ده حجمه حوالي 1 انش طب اكتر من كده ستارت في الريزن انفورميشن مين اللي حرمه عني كده ده؟ الكورة ذا فراغ ندققها التو بيلرز اوف ذا رايت كروس الليفت اند رايت بيلرز اوف ذا رايت كروس كورة ذا فراغ انا مش شايف دول ايه؟ الاورطة جوه الكورة ومين بره؟ الرايت بيلر الاي بي سي اللي فيه ربنا كده مين جنبه؟ الليفت ايه ده؟ المرارة. ايه اللي عامل زي الليزي اس ده؟ البنكرياس اهو. البنكرياس اهو. ويخلص التيل بتاعه في حضن الايه؟ السبلين اهو. السبلين يا ولاد مفروض الابر بول بتاعه ما يعديش الانتيرو بول ما يعديش الميدل زيلر لاين. فالسبلين بتاع العيان ده كبير. مين ماشي ورا البنكرياس ورايح ناحيه اللاينر ديسكين؟ تمام. وما دام ده السكينيك ارتري يبقى الاستامب الصغننه عندي السيليا ترانك اهي. وما دام دي السيليا ترانك ومديها سكينيك يبقى البس اللي رايح الناحيه الثانيه الهيباتيك. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ انا يبقى ده السكينيك دي السيليا ده الهيباتيك وده البنكرياس يا ابني اهو الله البنكرياس في ظهر مين؟ الاستومك يبقى ده بيصيب الاستومك وده الجاس اللي في الاستومك والاستومك تخلص بالانترم واول حاجه بعد الانترم والبايروس يبقى البايرن الجنرال الله ما هي اللي ريتد لين البنكرياس انا مش صعب والله مش صعب مين اللي فيه هوستيشن؟ كله انا هسكت انا هشاور بس عايز اجابات سكين 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 كورونا ولا ايه؟ ايه 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 ايه
جوجل انا يعني انتوا شايفينها ايه البايلور بنكرياس الفرق ان هنا في سيلينج بلوت ده غير الفري بلوت
الفيلينج بلاك بيحصل له ديفايبرنيشن من الموفمنت بتاعه. ده فريم زي اللي بيحصل في البلورا بالظبط، فبيقعد فتره فلويد، ولكن هنا في سيلينج كلود فالعين بيمشي كونسيرن. انا بدي لك امثله على السي تي بيقرر قرارك ازاي. هنا في بارينكيمالتير، في بارينكيمالتير، في فراكشر في الليدر ساعات بنسميه فراكشر. البارينكيمالتير ده على حسب حجمه، اقل من 75% بيبقى فور، فوق 75% بيبقى فور. الجدول بتاع الليفر بروما مش ضروري قوي تحفظه، بس افهمه. بيعتمد على الكبسول ارتير اخباره ايه، البارينكيمال ارتير اخباره ايه، الاماونت اوف هيماتوما اخبارها ايه، واخر حاجه الفاسكولار انجن. دول اربعه بارامترز في الليفر، واذا كان في اسوشيتد انجنز ده بيتحط اللاستيك اللي هو سيب. طيب بعد الامراض في الجول بلادر زي ما انت شايف ده سي تي، اخبار الاورطه ايه؟ اول حاجه تشد عينك في السي تي الاورطه لونه ايه؟ مش في صابر ابيض؟ لا مش ابيض، يبقى العين ايه؟ مش واخد كونتراست عين. اول حاجه تبص عليها في السي تي واخد كونتراست ولا لا؟ مش طيب المراره اخبارها ايه؟ اللي مخليها لونها ابيض كده ده سي تي ما فيهوش لا صرغه ولا بتاع. المصدر ده بنسميه ميلك اوف كالسيوم. في بعض الحالات بيبقى البايل في هاي اماونت اوف كالسيوم كربونيت، فالبايل بيبقى لونه ابيض في البلين اكس. ده سي تي ودبل كونتكست اللي مخلي المراره لونها ابيض. وكمان البياض ايه؟ عامل بريسيبيتيشن، اللور بارت ابيض من اللي من الارض، فده معناه ان البايل نفسه في هاي كالسيوم كونتنت. فلو شفت المنظر ده في البلين سي تي او في سي تي ودبل كونتراست، ذيس از ميلك اوف كالسيوم، هاي كالسيوم كربونيت، ده انديكيشن اوف كوليسيستكتومي، لان دول بيعملوا دايما ستون فورمش. فاكرين لما كنا بنتكلم عن كورس الجول بلادر في المحاضره اللي فاتت قلنا بتبقى كالسيفايد جول بلادر، الجول بيبقى كالسيفايد، فبيبقى بنسميه كلمه كده محدده رين كالسيفيكيشن، يعني هو بيرسم الوورد ده بالبلد. في فرق بين الجول اللي قبلها، اللي قبلها كان اليومن الانسايد اللي بتقول بقى هو الابيض، فده اسمه ميلك اوف كانسر، ده اسمه ايه؟ ميلك اوف كانسر. لكن ده الوورد في كالسيفيكيشن، ده معنى كرونيك كوليسيستايتس. قلنا الانديكيشن هنا اوف كوليسيستكتومي ان هنا الوورد باثولوجيكال، يعني المانيبيوليشن بالبايل هيتغير، فالبايل هيبقى لايثوجينيك وهيعمل ستونز. نمره اثنين في ديليد جاستريك سوري في ديفكتيف وول كونتراكشن، فهيبقى في ستاجنيشن وديليد انتنج، فهيبقى العيان برضه عنده انفكشن ستون فورميشن. من الاخر احنا في البورسلين جول بلادر بنعمل كونسيستنت. ان اديشن في بعض الاراء وان كانت ضعيفه بتقول ان دي بريكاسس، ولكن مطلوب. ليه البورسلين؟ علشان الاطباق البورسلين بتبقى فيها الزي ده، فعلشان كده البورسلين هو الاطباق الصيني، الصيني الاصلي اسمه بورسلين. بتبقى فيها الزي ده فبتبقى شبهها. اللي بيسيدي الصوره دي بس عشان اشد انتباهكم، بص على الجول بلادر اخبارنا ايه؟ انا عايز لابس تروجنس زي ما يكون فيها سول وسيستيك ايريس. ايه المنظر الغريب ده؟ ماس، ده سوفت تيشو. الجول بلادر ما بقاش فيها اليومن، ده بقت ماس. ماس ماس في الجول بلادر يعني ايه؟ كارسينوما. خلاص حد يقول لك مش ممكن ادينوما تيجي بولي، تيجي از بولي ما تجيش از تروجنس ماس بالشكل. فاول ما تعمل سي تي وتلاقي الجول بلادر فيها سوفت تيشو شارب سبيشال انتروجينس، فكر في الانجيوكارسينوما. This is one of the bad malignant tumors لانه it early invades the underlying liver. ومن الاول كده العقل يتشخص advanced disease with metastatic disease. The cancer of the bladder is usually advanced because it infiltrates the liver very early. الفكره هو الايفنت 6.5 ممكن يشيل صح؟ لو الايفنت 6.5 بس ممكن يشيل.
احنا ممكن نشيل الكونفرتر ونشيل الاندرلاين الليفر ونعمل كل حاجه، بس احنا مشكلتنا في الليفر افكشن. هو الدكتور الجسمي ليه؟ انا ممكن اشيل الاندرلاين الليفر ويتغير بست مارجن، ده كلام مظبوط. هي نايمه فين البيت بتاعها؟ تحت سن الفايل، فانا ممكن اشيل الدكتور بست فايل. الكلام شكله حلو من بره، انما احنا هنتكلم حاله في الليفر تيومرز لو دلوقتي ساعتنا. ان وانس في تيومر في الليفر في حاجه اسمها الانجيو انفيجن. الليفر داخله ايه؟ هيباتيك ارت بورتال فين، وخارج منه الليفر، وخارج منه هيباتيك فين، وفي داكتال سيستم. خمسه شانلز، يعني اللي مش هيخش كده هيخش كده. فوانس ان الليفر وقف مالجنان سيل، الانترا هيباتيك سبريد از فيري كومن. فما فيش حاجه اسمها ايرلي ليفر ليشن. دي مشكله ان الباسكولار انفيجن از فيري فيري كومن. فبص تلاقي نفسك مش عارف تلاقي منين. يوجوالي بيبقوا سايلنت، يوجوالي بيبريزنت ليه، يوجوالي مع ليفر انفكشن. حتى لو اخدت وجه، حتى لو عملت اناتوميك ريسبشن لسيجن فايل، ده كلام نظري. في النهايه هو عندي الان عنده مات بالليفرنس. المنظر ده لو تاخد بالك في تري لايك جيت بلاك ابيرنس في الليفر. تري لايك زي الشجره ولونها اسود واضح، يبقى ده ايه؟ جاس. ده بنسميه اير انسايد بيلياري تري، اختصارا نور بيلياري اسباب النور. المفروض ان يبقى في اير في البيلياري تري نيفر. ليه؟ عشان في سفنتر تحت بيمنع الفلكس اوف باي اوف اير من الديودنم على البيلياري تري، فمش مفروض يبقى في اير في البيلياري تري. يبقى وجوده ده حاجه باثولوجي اسباب السفنتر ده انت خلصت. او عملت انسترومنتيشن وانت بتعمل انسترومنتيشن وبتحقن بايح انت هوا، او في كوميونيكيشن بين البيلياري تري وحاجه فيها هواء انتست، يعني حصل فيستولايزيشن. سواء فيستولايزيشن ده سبونتينيوس ديو تو انفلاماتوري بيرفوريشن او تيومر فورميشن، او اكوايرد جراح عمل بتيجو جوجوس. اخر حاجه في الديفرنشال دايجنوزس جاس فورمينج اورجانيزم انفكشن سبيشال كوليستريديا ريفيرجنس. فالمنظر ده منظر سيء في الاطفال. لو شفنا المنظر ده تيرمينال ايفنت يحصل في النيكروتايزنج انتروبولايتس، بيحصل نيماتوزس انتستايناليس والهواء يخش في البورتال سيركيليشن ويوصل لل اير في البورتال فين. بيبقى شبه ده بالظبط بس بيبقى في البورتال فين مش في البيليتري. ايه الفرق بين دي ودي؟ ما تري لايك برضه بس لونها ايه؟ جراي. فدي ما تنفعش هواء. امال دي ايه؟ هو ايه الضغط اللي في الليفر وفيها فلويد؟ برضه يبقى دي دايليتد انت هيباتيك بيل رانكس. تاني جيت بلاك، جيت بلاك ده ايه؟ او جريش ده بايت. يبقى دي كل حالات الاستراكشر جوردس، كل حالات الاستراكشر جوردس ممكن تلاقي المنظر ده. أشعة تقليدية موجودة في كل الكتب والمراجعية أشعة كلنا بنجيبها لأنها إيه؟ خدها بالترتيب كده، خدوها بالترتيب. أولاً حوالين الليفر حوالين الليفر في فلويد، حوالين السمين في فلويد، حوالين واحد فلويد، حوالين اثنين الليفر ريسيدنج عن الابدومينال هول، يبقى الليفر ماله؟ شنطة. طب ميه ومعاها شنطة الليفر؟ يبقى سايتوسيريكوسيروس، صح؟ اللي يأكد الكلام. وتبرد السمك فيها نيورال ثيكنينج كونجستيف جاستروباثي بورتال هايبرتنشن، بالك سبلين بورتال هايبرتنشن. بالترتيب كده اسايتس شرانك ليفر كونجستيف جاستروباثي بالك سبلين بورتال هايبرتنشن. خلاص فهمناها.
دي صورة بتاعت عيان عنده ليفر سيروس. امال ايه اللي عليها السهم الاصفر الكبار ده؟ فوكال دي بنسميها فوكال هيباتيك ليجن. وهذا هو الدرس الاهم، وهذا هو الدرس الاهم. الفوكال هيباتيك ليجنز بنقسمهم باي ايمجينج لمجموعتين كبار، سيستيك وسوليد. الدرس ده في غايه الاهميه، لازم تعرفه، ده لازم تعرفه عشان انت دكتور اساسا، يعني بلاش انت دكتور عشان الامتحانات، ماشي؟ ده درس مهم جدا جدا. What is the differential diagnosis of cystic focal lesions only؟ احنا بنقسمهم لكومن و الحمد لله الكومن cystic lesions are benign. في الصلب هنقول كلمة معكوسة. All common. Solid or malignant. All common. Cystic or benign. Differential diagnosis. واحد simple cyst. اثنين abscess. ثلاثة علاجات. أربعة dimension. اثنين simple abscess. علاجات dimension. طيب واحد واحد. هل ممكن يجي ليجن سيستي ويبقى مليجنت؟ اه هو ليه بس ماله مليجنت او نيوبلاستيك؟ يعني السيست ادينوما اوف ذا ليفر، اتس ادينوما اوف ذا ليفر والسيستيفيكيشن في سيست سبيس. والمليجنت فورم بتاعتها اللي هي المليجنت هيباتيك سيست تاني كارسينوما او ميتاستاتيك كارسينوما من سيستيك مالجنسي، ما بتحصلش غير معك البنكرياتيك سيستيمو كارسينوما. يبقى الثلاثه المالجنت السيستيمو سيستيمو كارسينوما والميتاستاتيك بنكرياتيك سيستيمو كارسينوما. رايق ما تبقاش دماغكم فيري رايق. طب تعالى نتكلم عن القاع واحده واحده كده. السيمبل سيست، السيمبل سيست ده منظرها التيبيكال في الاشعه اللي هي لونها السوديه ولا في الرايت. دايما لما تكومنت على السيست كومنت على حاجتين، المارجن والكور. المارجن والكور عايز اسمع منك تو كومنتس. هنا المارجن اخباره ايه؟ ثين. هنا الكور اخباره ايه؟ كلير. كلير كور ما فيهوش حاجه، في فلين سيرس فلين عشان كده طالع لونه اسود. لا في سكته ولا في انكلوجنز جوه ولا في تربد ولا في اي حاجه خالص. يبقى دي السيمبل سيستم. بالاختصار thin margin thin wall and clear core. it may be solitary or multiple. لو multiple بنسميها multi cystic disease of the liver. لو ال multi cystic disease of the liver مع multi cystic disease of other organs ده ال famous polycystic disease ده congenital. ده مثال للبولي سيستيك ديزيز اوف ذا ليفر، اسف المالتي سيستيك ديزيز اوف ذا ليفر، وده منظره في السي تي. كل سيست منهم ابلايد عليها ثين مارجن كلير ومالتي. لو جايين في الليفر لوحديهم خدوا بره، لكن هنا بص اللي فوق دي بنكرياس اللندن كيلز ليفر. تاني اوبشن ان يبقى عند العيان هايداتيك ديزيز اوف ذا ليفر، كاينوكوكاس جرانيولوس انفكشن او مالتي ديكلاريس. احنا عارفين طبعا الديفرنت في وسط الكلب والانترميديت في وسط الغنم والجليان والخنازير والكلام اللي بياكلوا الاكسكريتا بتاع البعض. وبيجي البني ادم كده في النص يتحشر يقوم ايه؟ ياكل الخضار اللي فيه التروفوزات. اللارفا بقى لابده في الليفر ميلي وتعمل المشكله. المشكله ده الجروس بيكتشر. طب والاشعه؟ ادي الاشعه المارجن والكور. اخبار المارجن ايه؟ ثيك كالسيفيك
رجلك رجلك تختلف تماما عن السن. طب والكور اهم كاركتر في الكور انه مليان بوتر سيس، اهم كاركتر. احنا عارفين ان الكور بيتكون من سيفرال لايرز، واحده رياكشن من البوست من الليفر فايبرس لاير، وبعدين كايتنس لاير من الوول بتاع البارازايت، وبعدين جوه جيرمن الابيثيليوم. الجيرمن الابيثيليوم عمال يطلع ايه؟ دوتر سيس من جوه. الدوتر سيس دي ساعات تبقى فلوتنج في الفلويد، فلو انت بتعمل صناعه حاجه دايناميك تلاقيها زي الايه؟ الجيلفيش. عارفين انديه البحر لما تشوفوه في الميه بيعوم كده؟ اه بيعمل كده، عشان كده بيسموها ووتر ليلي. خلاص؟ المناظر دي بنشوفها في الاشعه. هذه المنظر. ادي الوول سيك كالسيفيك، ادي الكور في درجه فلويد وهيتروجينس، وادي اولاد الدوتر سيس باينه كويسه. كله مينلي في الرايت. دي المالتي لوكيلاريس دي نوع اشد، لانها دايما بتعمل اكستنسيف ليفر انفكشن مش سنجل سيست. لازم تعمل مالتيبل ليفر سيست ديفيوز دي افكتنج ذا ليفر، عشان كده دي اوحش، لان علاجها اصلا تبقى واكله معظم الليفر تايم. النوع الثالث ليفر ابسس. النوع الثالث اللي هو الليفر ابسس على تو سب تايبس، البايوجينيك والاميبيك. البايوجينيك والاميبيك. البايوجينيك نتيجه البكتيريا. البرايمري سورس للليفر ابسس ممكن يبقى هيماتوجينس، بس مور كومنلي حاجه من الابدومينال سيبس، يعني انفلايتس، ابندسايتس، دايفرتيكولايتس، سالبنجايتس، اي ايتس جوه الامن. ده الكاميرا اللي بيعمل ليفر ابسس عند البورتر سيركيليشن. وده النايت مير بتاعنا في كل السكيورتي في انتر ابدومينال كونديشنز، ان يعمل بورتر بايميا ويعمل المشكله دي. الليفر ابسس اول ما تشوف المنظر ده، اول ما تشوف الفلويد ليفر، مفيش حاجه بتعمل كده في الليفر غير بايوجينيك ليفر ابسس، بكتيريا ليفر ابسس. ايه الفلويد ليفر؟ انت عارف تشخيصه، مش عايز منك اي تيست ده. ايه الفلويد ليفر؟ خلص. البكتيريا بتعمل كواجنتيف نيكروزس. ادي المنظر اللي احنا شايفينه بالليفر ابسس. المنظر ده منظر النوع الثاني من الابسيسيس اللي هو الاميبيك ليفر ابسس. الاميبا دي اندمج في بعض الاماكن، منها افريقيا ومنها مصر. الفوزايد بيجي او الاورجانيزم بيجي من الاكل، خاصه الرو اللي مش مطبوخ، من السلطات يا ولاد الحاجات الفريش. بيعمل كرونيك اميبيك كولايتس. يوجد ده برايمري سورس، وبعدين تمشي في البورتر سيركيليشن، ومع اتجاه البورتر فلو بتقوم دايما 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 حوالي 10 مرات ضربه في الرايت ليفر. تعمل ايه؟ تسكن في الليفر، فتدي اول فيز ستي فيز اوف هيباتايتس. هيباتايتس فقط. لا عنده ابدومينال بين وعنده فيفر، عنده تينج اوف جاندس، ماشي كل الكلام ده، بس لازم معاه ايه؟ اسوشيتد جاسترو انتستاينال مانيفستيشن، نوزيا، دياريا، ديستربت باول هابت، ابدومينال بين، وهكذا. فهو الكاركتر بتاعت الاميبيك ان دايما معاه ابدومينال انيفايزس. اما تبص بقى هنا في الابسس، لا ده مختلف شويه. الامين ده بتطلع ليكويفاكتيف انزيمز، فبتعمل ليك وفاكتف نيكروزس، اجريسيف هيباتايتس، لدرجه ان مش الليفر بس، ده كمان بيبقى فيه بيري هيباتايتس. الانفلمات رياكشن هنا اجريسيف، ايفن اجريسيف، مور اجريسيف عن البكتيريا. عشان كده دايما تلاقي الهيلو ده، تلاقي دايره سودا كده عامله زي الهيلو، هيلو يعني كورونا او هيلو. هالة. هالة. ماشي. خلاص؟ زي السينت كده لما يطلعوه في الافلام بتاع كده فوق دماغه اكيد. المهم اللي انتم شايفينه ده ليه؟ علشان ده البيري ابسس انفلاماتوري اكسوديت، عامل اديما جامده في الدم لونها اسود، فده كاركترستيك للاميبيك هيباتايتس. خلاص هنا في ابسس.
ادي المنظر الجلاس بيكتشر، ادي الانيميك ليفر اكسس الكوفاكتيف جوه الايه الليفر سبستنس. ارجع اخر نوع في السيستيك فوكال ليجنز الهيمانجيوم. اكشولي اتس نوت بيورلي سيستيك عشان نتفاهم، دي عباره عن سبونجي تيشو، دي عباره عن ميني كافيرنس هيمانجيوما تايب، ميني كافيرنس هيمانجيوما. فعشان كده ما تبقاش بيورلي سيستيك، دي بتبقى سبونجي تيشو زي السفنجة كده هناك، بيبقى فيها وايد بلاند سبيسز سينوسويدال سبيسز في الانجيوماتس تيشو، الاندوثيليوم عامل انجيوماتس تيشو. بتشكل حوالي 20% من فوكال هيباتيك ليجنز، فيري كومن لدرجه ان ولاد احنا ريسنتلي بين اللي ما بنشوفها ده انسيدنتال فايندنج في الاشعاعات والسونار والسي تي. ساعات ما بقاش العيان لانك لو قلت له بيبتدي عندك فوكال ليجن. ايه؟ فوكال ليجن تكبر بقى بنمشيها، دي انسيدنتال، انسيدنتال فيري كومن. طيب ممكن تاخد احجام كتيره، ممكن تبقى صغننه وممكن تبقى لارج وكبيره في 10%، ممكن تبقى فوق 10 سنتي و10% من الناس فوق 10 سنتي، ممكن تبقى مالتيبل وده كتير بنشوفه، ممكن تبقى كانسيفايد، ممكن تبقى ثرومبوز، ممكن تحصل لها سبونتينيوس رابتشر وتعمل انت بريتونيال بليد. المشكله انها ريسبونسيف للهرمونز، عشان كده في مين هرمونز ست حامل وفي اخر الحمل في الشهر الثامن طق ابدومينال كاتاستروف هيموراجيك بريتونايتس رابتشر ليفر تيمانجيوما. كانت ساكته بقى لها 5 رحت مفرقعه ليه؟ بريجنسي هرمونز ريسبونسيف. ده المنظر بتاع الهيمانجيوما، هبركوا على اشكال والوان، ده 5 الوان. بصوا الهيمانجيوما نفسها اللي لونها بينكش، يحصل فيها ثرومبوزس تبقى غامقه، يحصل فيها انفكشن من الثرومبوزس تبتدي تبقى نيكروتيك اللون اللي بالصفر الباهت ده، تهيب بالفيبروزس تبقى بيضاء، وده كاركترستيك او السنتر سكار للهيمانجيوما، كاركترستيك جدا هي وليجن تاني هتقول لك عنها. يبقى فيها تشوكي ماتيريال ايلاندز اوف كالسيفيكيشن، الوان واشكال، ده الكاركترستيك للهيمانجيوما. ده تربت ليه وايت ايلاندز اوف تشوكي ماتيريال. 5 اشكال مختلفه جوه ذيس از ده هيمانجيوما، بتبقى جايد كده وكبيره في 10% من الناس. بتتشخص بحاجه كاركترستيك قوي، واحد بقى فرقوك مصلحه رقيقه يقول لك انا عايز اطمن ان توكال ليجن، والتوكال ليجن ده كومبلكس مش بيوري سيستم احسن يطلع تيومر او واخد ايد الفيروس. خلاص يبقى الحل ايه؟ هل عندك حاجه نار انفيزيف تحل بيها المشكله؟ يس اي هاف. بنعمل للعيان سي تي ونديله اي في كونتراست. الهيمانجيوما يا ولاد بتبقى فاد فروم بريفرال تو سنتر، فبعمل سيكوينشال اسسمنت بالسي تي كاتس، الاقي الهيمانجيوما بيحصل لها انهانسمنت لانها فيري باسك، فهنجي لها الكونتراست يبقى لونها ابيض فروم بريفرال سنترال، كانك بالظبط بتعمل اللايت ريفلكس للعيان. اللايت ريفلكس بيحصل ايريس بروجكت، فهي بتملى من بره لجوه زي الايريس كلوجر ساين بتاعه اللايت ريفلكس، عشان كده اسمها ايريس كلوجر ساين في الراديولوجي. امتى اعمل سي تي وذ كونتراست؟ ادي اول صوره اللي هي الجوما اهي هايبودنس. تاني صورة ابتدى يحصل بريفرال نودولار انهانس كاركترستيك النودولار، مش بيبقى يونيفورم عشان ده على حسب الفاسكولار سبيسز، الفاسكولار سبيسز ما هياش يونيفورم، مش بالشكل كده بالظبط يعني. وبعدين لاستلي تملى السنتر.
This is the chemical appearance من كتر ما هو typical the pathological diagnosis by X-ray. جملة فهمت؟ The pathological diagnosis by X-ray من غير biopsy. فلما يجيلك unfocal lesion وحضرتك الآن اعمل له CT with contrast. لقيت iris closure sign, this is hemangioma, اطمن روح مهما كان. This is one of my own patients. عيانة كانت عندها very large lesion hanging from the left lobe. This lesion طبعا the giant lesion اللي hanging ده is very liable to rupture. فعشان كده دخلنا عمله resection. المشط يا ولاد اللي جنب التيومر 22 سنتي متخيلين؟ ده شيب 22 سنتي يعني الليجن كان قد كده وهانجي من الليفت لوب ممكن في اي لحظه يحصل له بليدنج رابتشر بليدنج كاتاستروفيك بليدنج من الليجن 22 سنتي ولا الرابتشر سبليد خلاص؟ لكن لازم نشوف ماذا حصل. انا هقف هنا بس انا هراجع السيستيك ليجنز. سيستيك ليجنز ار فور لما يجي لك فوكال ليجن اوف ذا ليفر تعمل سي تي وسونار. ليه؟ عشان تكونفيرم ذا كونسستنسي اوف ذا فوكال ليجن. عندي سيستيك او سوليد. احنا النهارده هنتكلم على السيستيك. وهنخلي السوليد للمرة الجاية. cystic lesions simple cyst abscess hydatid hemangioma these are the most common focal cystic lesions. rarely cystadenoma cystadenocarcinoma metastatic pancreatic cystadenocarcinoma. شفتوا وطيت صوتي ازاي؟ مش عايزه. rarely هنشخص السيمبل سيست انها ثين مارجن كلير كور ميبي مالت. هنشخص الهايداتد بالهيستوري اوف اكسبوجر. هنشخص الهايداتد بالكاركترستيك ابييرنس في السي تي. المارجن الثيك كالسيفيك الريجولار الكور كاركترستيكال في دوتر سيست دي ار مالتيبل. ولو انت على حاجه دايناميك ستادي دايناميك زي السونار هتشوف ووتر ليج دي ار موفينج ان ذا فلويد. طبعا ليهم سيرولوجيكال تيستنج بيوريهم تاكد من التشخيص. البوسيبيليتي الثالثه ابسس على نوعين البكتيريا البايوجينيك والاماليك. البكتيريا لو لقيت في اير فلويد ليفل ذيس از باثولوجيك اند دايجنوستيك. البرايمري سورس يوجوالي انتر ابدومينال سيبسس ابندكس دايفرتيكولم تيوبوفيريان ابسس اور وات ايفر. الاماليك في الاكس راي في السي تي بيبان حواليه هيل ديو تو اكستنسيف بيري اكستنسيف هيباتايتس. احنا عندنا زونز اوف انفلاميشن بيبقى فيه هيباتايتس زون دي من الليفنج ليفر تيشو لان اللي بيعمل هيباتايتس ده ليفنج تيشو فبيطلع اكسيليت ريتش فلويد فبيدي بلاك هيلو اراوند ذا سيست. This is pathognomonic. In addition بتلاقي اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز mainly amebic colitis nausea and diarrhea. اخر واحده الهيمانجيوما the most common ممكن تبقى single or multiple ممكن تبقى giant ممكن تبقى calcific liable for rupture especially في ال late pregnancy. can be diagnosed by CT with contrast. it will give the iris closure
radiological design. Peripheral enhancement in nodular form and central enhancement in the late films. أنا خلصت كده السيستم. إن شاء الله أنا هقف هنا. مرة جاية هنبتدي النودولر آسف السوليد وهنكمل في الليفر تيومرز ونقفل الموضوع بتاع التكوير إن شاء الله. Good luck.